ما من جديد حملته زيارة رئيس اتحاد الفيفا جوزيف بلاتر للأراضي الفلسطينية سوى تكرار التأكيد على موقف دعم الرياضة الفلسطينية، موقف لم يصل بعد لاتخاذ قرار جدي يردع إسرائيل عن إجراءاتها ضد الرياضة الفلسطينية بتعليق عضويتها في الفيفا، معتبرا ذلك سابقة لن تفيد شيئا إن حصلت. إنها سابقة خطيرة في قوانين الفيفا أن يتم تعليق أو إنهاء عضوية أي من الاتحادات الكروية إن كانت ملتزمة بالقوانين، ولكننا سنتعامل معها بطريقة أخرى إن كان الأمر يتعلق بالعنصرية. وبعيدا عن التصريحات، افتتح بلاتر الذي يستعد لخوض انتخابات الفيفا ملعب دور القرع شمال شرق رام الله الذي دعمت الفيفا بناءه، وهو واحد من 10 ملاعب في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أن يزور مركز شباب الجلزون كرسالة دعم للاعبين من أبناء المخيم، ثم يعقب ذلك لقاء جمعه بالرئيس عباس في مقر الرئاسة برام الله. هناك إجماع في الفيفا على أنه كل اتحاد لازم يعمل على نشر اللعبة وتطويرها حسب قوانين الفيفا. أنا ببحثش عن انتصارات ولا بدي أهزم حدا، أنا بدي حقوقي، وأنا متأكد أنه التصويت راح يكون بالإجماع على لصالح حقوقنا. ويعول الاتحاد الفلسطيني على دور الفيفا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد اللاعبين الفلسطينيين التي عرض جزء منها عبر فيلم قصير في مقر أكاديمية بلاتر في البيرة. طبعا أنا عندي تكليف مباراة إلى الأريحة وبيض أمر احتراف جزئي على استاد الأريحة الدولي. ومن المتوقع أن تصوت الفيفا خلال مؤتمرها نهاية أيار الجاري على الطلب الفلسطيني بتعليق عضوية إسرائيل، طلب جاء عقب استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للرياضة الفلسطينية. يعقد الفلسطينيون الكثير من الآمال على زيارة بلاتر أن تحقق لهم أهدافهم في النهوض بالرياضة الفلسطينية وإزالة كل عقبة أمامها، وبخاصة العقبات التي يضعها الاحتلال. من ملعب دور القرع شمال رام الله، أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.